كنا بنتكلم برضو الاستاذه العظيمه الله يرحمها ويحسن اليها الاستاذه سهير البابلي، وكنت بتقولي لي ان انتوا صداقه دامت 40 سنه. ايه؟ الاستاذه سهير البابلي التقيتي بيها في المعهد؟ لا، التقيت بيها في المسرح القومي. لما دخلت المسرح القومي كانت سهير البابلي في المسرح القومي. سهير البابلي اكبر مني بسنه، انا 85 هي 86 رحمه الله عليه. الله يديك الصحه والعافيه. يعني بالرغم ان السن متقارب ما نبقاش يعني انت فاهمه؟ يعني لو بعد يعني شويه هتاخدي خبره وبتاع، ولكن سبحان الله على على الترابط ده يعني بينه وبين سهير. فانا وسهير قريبين من بعض، فكنا بنتبادل بطولات المسرح مع بعضين. زي الفرافير كانت بتتزع امبارح وشفتها، لانها اتصورت بيها مش بيك، ما اتصورتش بيه حبيبتي. يعني كنا بنعمل حاجات زي كده، وعملنا افلام مع بعضينا بتاعت يوسف شاهين وبتاع وكده. سافرت معاها كتير، كلت معاها كتير، كلت اكتر ما كلت ببيتنا. سافرت معاها اكتر ما سافرت مع اهلي، قعدت يا معاها. يا بخت جيلكم العظيم اللي الصداقه فيه كانت صداقه. اخوه مش صداقه، اخوه بالصداقه. يعني ايه؟ يعني يمكن انا اقول لسهير على سر ما اقولوش لاختي اللي تصغرني بسنه. يعني انت واخده بالك من الطريقه؟ يعني بالطريقه. فسهير كانت قيمه كبيره قوي. سهير اشتغلت على نفسها كتير. سهير عملت المستحيل، كانت واخدها الاضواء بشكل غير طبيعي. عكسي انت كان بيتك وولادك. لا عكسي، انا كنت مش زيها. انا كنت مش زيها. لا، هي كان عندها طموح غير طبيعي. اشتغلت على نفسها كويس قوي، عملت روايات حلوه قوي، من الناحيه السياسيه، من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه الكوميديه، من ناحيه عملت نرجس، عملت على الرصيف، عملت عطية الإرهابية طبعا. لا 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 لا، عملت حاجات كثيرة للغاية. واخدها عندها بنت واحد نيفين، الله يصبرها. يعني كانت نيفين دي مية عينها. نيفين بالنسبة لها يا رب كل واحدة عايزة بنت ربنا يديها بنت زي نيفين، بنت سهير البابلي. يا سلام، بره بأمها جدا. وبعدين شوفي الحلاوة بقى، انهم مش ام وبنت، صديقتان. بشكل لو عارفة التوأم الملتصق لا يستطيع اي دكتور يحط مشرط بحيث انه يفصلهم عن بعض، سهير ونيفين. يا سلام، سهير ونيفين. نيفين شبه سهير بطريقه يمكن احلى من سهير كمان. لا طبعا، يعني وسبحان الله كانهم اخوات فعلا. ففي علاقه حميميه غير طبيعيه.